أبسط الحقوق الاجتماعية. ثانيا كتحاول لبعض الإخوان، لأن اليوم تفاجئنا في هذه اللحظة أن الإخوان جاوا باش يتضامنوا معكم، دابا جاوا بلغ باش تاخذ الإجراءات القانونية واللازمة في حق الشركة. وشكرا جميعا. اضطرينا ان نديروا هذه الوقفه الاحتجاجيه على قبل الطرد التعسفي اللي جا في حق جوج ديال الديليغيه وواحد العامل معنا على حساب اللي دخل اللي دار النقابه. المصير ديالو هو الطرد، والمشكل اللي عندنا هنايا هو اننا ما عندنا لا ورقه لا جوج لا تغطيه صحيه لا سينيسيس لا والو، واي واحد هضر على حقه المصير ديالو هو الطرد. وتنتمناو من السلطات المحليه انها توقف معنا وتدعمنا، لان هاد الناس هادو دايرين مكتب وهمي وتيستغلوا العامله في الظرفيات هادو، تيستغلوهم ماديا ومعنويا، وواقفين ان شاء الله بحول الله تنتعصوا. هذا الاضراب اللي درناه الان دابا لان كنحتجوا نظرا لواحد لابيل دوفر دارته الامبي، ولكن هذه الشركه ما متبقاش. علاش الشركات الاخرين متبقينه؟ شركات اخرين اللي بحالهم عندنا فيهم الاجره القانونيه كتطبق، الحوايج والكساوي كيطبقوا، الضمان الاجتماعي مسجلين في الضمان الاجتماعي، اي حاجه بغيناها والا كاين واحد الحوار. فالان الاداره ديال الامبي دارت لابيل دوفر، ولكن هذه الاداره ديال الفيناب ما تبقاتوش، وكنطلبوا منها هي باش تجي تعيط علينا تقول لنا اشنو هو. ولكن حنا كنقولوا لها كاين واحد الفقره، واحد الماده 11 ما تبقاش. هذه الماده 11 اش كتقول في لابيل دوفر؟ انه ما يمكنش لشي شركه تدخل للميناء وتعمل حراس البواخر الا ما دارتش الضمان الاجتماعي ولي فيش دو باي ولي كارت دو ترافاي، ويكون عندها الكسوة. يعني هاد الحراس تكون عندهم الكسوة، يكون عندهم التليفون، ويكون عندهم الطوموبيل، والشركة يكون عندها مقر باش الضمان الاجتماعي او المفتش الشغل او السلطة المحلية بغاو هاد المسؤولية الشركة يوجدوه. حنا في هاد الشركة ما كنوجدو والو الا العمال بدون قانون، خدامين بحال خدامين في الموقف. حنا كنستغربوا لماذا هاد الشركه ديال هاد يعني الاداره ديال الميناء ديال الامبي واش ما كتراقبش هادشي؟ لان الان دابا تيقولوا كاين تحت الطابله، ما معنى تحت الطابله؟ اذن هاد الاداره واش من غيرها؟ كاين يعني ما يقرب من 15 ولا 10 ديال الشركات ديال حراس البواخر يطبقوا القانون الا هادي. حنا كنستغربوا لماذا طلبنا جوج اجتماعات من الاداره ديال الامبي وما بغاتش تستقبلنا وما بغاتش تسمعنا. والكوموندون ديال المرسى يعني ديال الميناء ديال الدار البيضاء اللي مسؤول على لي باج كيعطي للشركه، لان في الوقت اللي هذه الشركه طردت لنا عباد الله والمكتب النقابي الكوموندون اللي مسؤول في الميناء كيعطي لي باج لمن الشركه كيعطيهم ليها كانها تدخل ناس جداد، والناس كيدخلوا باسم الزوار توريس، هذا ممنوع. ايوا والبواخر اللي عندنا قلنا راه كاينين الحراقه وكيتخونوا، فينا الضمانه؟ فينا هي؟ واللي يعرفوها يشدوا لنا حنا صحابنا يقولوا لهم ولادو داخلين النقابه ينوضوا ضدهم، وهذا راه ماشي معقول. فينا هو هذا القانون؟ فينا الدستور؟ فينا حق العميل؟ فينا هو؟ ما موجودش. حنا كنحتجوا على هذه الاداره، وكما قالوا الاخوان وقالت الاخت قبل مني انا، راه حنا مستعدين باش غادي نديروا اضرابات في كل محل، اي محل اللي مسؤول انا على الاداره ديال الميناء مستعدين باش نمشيو لها. تيبان الحق، واذا ما بانش نبينوه.